بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل دعاء في شهر رمضان الكريم، لا تنسوا نية الصيام. من الآن فصاعدا قولوا هذه الكلمة: اللهم إني نويت أن أصوم رمضانا كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وزدني علما وارزقني من حيث لا نحتسب، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين.